مساء الخير. نهاية الأسبوع، البوصلة. امبارح شرحنا باستفاضة النقطتين أو الأساسات الصغيرة جدا التي تبدو كذلك وفي التاريخ خلقت دينا آخر فكريا وتنفيذيا وحياتيا. هو ده اللي احنا بنعاني منه النهاردة في المناخ العام، كل نقطة متركبة. مش بس ان انا بقول لكم المناخ العام بيدينا تمجيد الخلافة بما فيها من قتل أو بيدينا فكرة الجهاد، انا قلت لكم ازاي الاصول جت ولو نبذة لك عشان تعرفوا دقائق وتفاصيل مهمة للغاية. هقول لكم حاجة النهاردة مهمة بقى عن المناخ نفسه بقى. طيب احنا في الجهاد اهو خلاص بيتقال لك من كل حتة، ومحمود السمعة نقط بقى واقفة شبه كده اللي قلناه امبارح واللي قلناه عن النقطة الأولى. النقطة الأولى لو تفتكروها في المناخ العام الكبير اللي حواليك، الخلافة 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 في كل حتة بكل بقى الطرق اللي قلناها، الوسائل يعني، خطب، كتب، مقالات، برامج يوتيوب، شيوخ، مواعظ. الخطاب الحالي زي ما قلت لكم امبارح في اخر حاجه انه ملوش اساس وسابي في الكتب، بل بيمجد في الكتب ولا يقبل نقدها بالدال، نقد فاعل بشري مش طعن ولا حاجه زي ما قلت امبارح. لا بيعمل حاجه لطيفه. من 100 سنه ولا 90 سنه قبل النهارده كان زي ما قلت لكم علي عبد الرازق مكفر ومزندق، انه قال مفيش خلافه في الاسلام انما هي فعل بشري كان لمصالح هؤلاء. جميل. بعد 100 سنة أو 90 سنة المؤسسات الرسمية في الوطن العربي، وانتوا فاهمين أنا قصدي إيه، بتقر ذلك وبتمنع من الخطابة من يقول بعودة الخلافة. برضو شكل لا يغير شيء من المناخ العام، لأن أنت ما حطيتش جذور للكلام اللي هو نبشت الجذور القديمة وأخرجتها للعلن. الخمس نقط بتوعي يفتكروا قبل المناخ وقلت ده غلط، أو تاريخ الفقه لو فاكرين، أو أن الأوائل يخطئون، علومهم هذه تحتاج إعادة صياغة لأن فيها الجيد وفيها السمين الغث. يعني السؤال ده هيفرق حاجة إنك تصلح المجال العام؟ لا. اتنين، أنت بتقول نقطة في كل نقطة هسوي لكم المساواة دي أو هوري لكم النقطة دي، رجاء ركزوا. انت ما بتقولش بتنفي الاصل في كلامك الخطاب الحالي ولو انه خطاب بلا جذر، انت ما بتقولش كانت خطأ منذ البداية زي ما علي عبد الرازق قال. فهو ما بيقولش زي علي عبد الرازق او الناس العقلاء بالعموم اللي قالوا هذه الفكرة كانت يعني بأسا اضر بالاسلام من اول ما رأى معاوية ابن ابي سفيان أن يولي ابنه، لما رأى أن يوليه على الصحابة وهم موجودين، الصحابة الكبار عبد الله بن عمر واللي زيه، ومن بعده بقى من أول الأستاذ الفاضل عبد الملك بن مروان وانت جايب وشك كده. فأنت ما بتقولش خلافة وحشة ولا تاريخها سيء، أنت بتقول بس بلاش نرجعها دلوقتي خلاص. لا يا جماعة، ما بقينا دولة مركزية كمان. حتى الخطاب غير المؤسس ده اللي هو ملوش جذر خطاب باطل، ومن حيث تدري مش لا تدري يساعد الآخرين على يعني تأجيج نفس الفكرة. إنما بتقولوش أولا الفكرة كانت دخيلة على الإسلام أو لا علاقة الإسلام بها على الأقل، هم اخترعوها يا أهلا وسهلا مالناش دعوة. اتنين، إنك تقول الحقيقة، نعم كانت لا تعبر عن الإسلام في أغلب أحقابها، كانت بخلاف ما أوصى به الله ورسوله، وكانت ضد قيم الإسلام، وكانت كلها مقاتل ومجازر. حد قال كده ولا هيقول كده بعد 100 سنة حد من الطيار ده؟ إذن أنت من حيث تدري بتساعد المتطرف على تكوينه وصولا لداعش. طبعا مساعدة داعش هي شغالة في كل ده أساسا، يعني داعش والقاعدة عايشين على إيه؟ ما انت بتقول الخلافه وبعديها بتقول الجهاد خلاص. ادي النقطه الاولى، خلي بالكم انه الكلام حتى الظاهر الذي يبدو اللي يعني اصلاح لكنه بلا اساس، حتى ده خطابه منقوص وباطل لانك ما بتنقضش الاصل. خش على رقم اثنين اللي احنا شغالين فيها بقالنا يومين وشرحت لكم اصولها جات ازاي، لما اهدر كل شيء في القران او كل شيء في القران. ماشي،
بتقول للتاني ايه بقى في الجهاد؟ كمان بتقول دلوقتي كلام ظاهريا بين قوسين انه الجهاد لا 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 خلاص زمنه راح، اصل ما بقينا فين وتحت رايه الحاكم. برضو بتقول كلام باطل ومنقوص. ليه؟ واحد، انت ايضا لا تنفي الفكره ان جهاد الطلب مستقر في الكتب. افتح كتب فتطلع تقول للغرب لا ده احنا ما عندناش غير الدفاع، ده على اساس ايه يعني؟ طب بالنسبه للكتب اللي حضرتك بتدافع عنها وتنفذت الجهاد الطلب اتنفذ 13 قرن هتعمل فيهم ايه؟ فبتقول للولاد ما ينفعش الجهاد دلوقتي ورايه الحاكم ورايه الحاكم. افتح الكتب. ادي اول باطل، انك ما بتقولوش لا هو كان باطل من يومه. لماذا نغزو بلاد الناس؟ لماذا؟ ليه؟ بسبب مين ادانا الاوثورايز؟ مين ادانا الحق؟ مين؟ الشيطان. ليس في القرآن كلمة تبيح أن يدخل المسلم البلاد عنوة. مفيش كلمة. أصلاً فين ده كله؟ ما هو ده من اللي قلنا عليه امبارح، السر امبارح وأول، إهدار الزمان والمكان وإلغاء المخاطب والمخاطب به، جعلوا ملكاً لكل أحد على الشيوع. فأنت طبعاً أقدر أجيب لك من القرآن كل حاجة زي ما قلت لك، عايز تغزو بلاد الناس عيون تعال. ما إن كانت الكلمة مش موجودة في القرآن، لكن أجيب لك يعني الشكل العام. فخش بقى من القرن لنهاية القرن الأول مع الدولة الأموية الغاصبة الغادرة القاتلة باسم الإسلام، فيبقى في نظر التانيين الإسلام هو الذي يغزو. وإلى النهاردة أحلام الرجوع لفتح روما وبتاع، كلمة فتح برضو تزوير معروف قلناه. أدي أول خطاب، حتى لو خطاب بلا جذر لكي يبدو إصلاحي حتى ده خطاب باطل. ده تحليل دقيق لما يدور حولنا في المناخ العام، رجاء اهتموا به. خلاص. الجزء الثاني بقى من الخطاب الباطل في ذات موضوع الجهاد، إنك بتقول له إيه؟ بتحط له شروط، تقول له لا لا وإن كان يعني الجهاد وبتاع، إنما شوف الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا تحت راية إمام، وألا يكون يعني هكذا خارجا عن الراية، وأن يكون في سبيل الله وجوه ده. فلما يفتح الكتب مش هيلاقي الشروط دي خالص، هيلاقيها وهيلاقي غيره بيقولوا لا ومش تحت راية إمام ولوحدك وفعل منفرد، بل إن اللي بينقصوا عن الجهاد ويقولوا مش عارف إيه هم دول الزنادقة والمرتدين. رحنا في داهية لو فتح الكتب كالعادة. أدي تاني خطاب باطل في ذات الخطاب اللي انت ظاهرا فيه بتنفي الجهاد، تقول لا 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 ما بقيناش مش عارفين، احنا مش بتوع الكلام ده. تالت حاجه بقى ودي اخيره في الجهاد نفسه، الخطاب الذي تسمعه الان طبعا من التيار الثاني مش محتاجه، بيتقال بقى الجهاد هو الجهاد، قوم يا ابني. ده انا بكلمك على الخطاب قال يعني، الخطاب اللي بيواجه الخطاب ده قال يعني. احنا في حياه كامله في الفكر الحالي في المناخ اسمه قال يعني، وحياه ربنا ده اللي بيحصل. من أول الأسبوع اللي قبل اللي فات لما قلت لكم بلا قوافل بلا دعوات بلا كتيبات، اللي عايز يواجه تعالوا أقول لكم المواجهة إزاي. فهي كلها قال يعني، كل اللي بيحصل حواليك يا فندم قال يعني بس مش الحقيقة. تالت حاجة بقى بطلة في الخطاب الحالي المعاصر اللي هو قال يعني بيواجه الجهاد، إنه يقول له إيه؟ إن إحنا الكلام ده مبقاش ينفعنا خالص، ده لما كنا أمة واحدة خلاف، إنما منذ ظهور الدولة المركزية الكلام ده ما يخصناش. كده أنت متنور يعني. باطل برضو. ليه؟ أنا بعرف ليه المتطرف ما بيسمعش الناس دي ولا بيهتم بكلامهم، لأن أنت لما تروح للكتب مش هتلاقيه مؤطر بأطر إن إحنا خلافة وعايزين نزيد الرقعة ونجيب خراج وضريبة أكتر للأمة ونملى بيت مال المسلمين أو نجيب ستات حلوة على رأيهم. لا خالص، رابطين الجهاد بنصوص، ها مش بس فقه وفقهاء، باطلة على الرسول بأصول الدين والتدين. فده موضوع ما ينفعش تقوله دلوقتي بكلام سطحي أكتر حتى منه سطحي، لا ده ما ينفعناش دي النهاردة كان زمانه. لا يا حبيبي، هو لما بيفتح أو بيسمع فيروح يفتح الكتب وينزلها في 5 دقايق دلوقتي،
بيقرا ايه؟ بيقرا الغزو والجهاد اصل من اصول الاسلام. ده في حديث في صحيح مسلم، انا مش معترض انه فيه صحيح بس كله صحيح، بيقول له ايه الرسول المفروض بيقول للامه، ركز يا سلام ما اكذبنا على الرسول. الرسول اللي اتامر بده كله في القران فجاه بيقول للامه، والقران ما فيهوش جذر لغوي واحد اسمه غزو، ايه واحده بتقول او كانوا غزا. غزا في اللحظه دي يعني سائرون ليلا. الرجل في اللغه العربيه الذي يسير ليلا اسمه غازي. غازي هنا مش معناها خالص المعنى التاني بتاع دخول البلاد. خلاص فجأة الرسول بيقول ايه بقى؟ المفترض اعوذ بالله انه يكون قال كده، يقول لك ايه؟ من لم يغزو، مش يجاهد، اسكت، تطورت، ومش يقاتل في سبيل الله مثلا، لا تطورت. بقى الحديث يجي كده في البخاري ومسلم، من لم يغزو ولا مرة، قاعد ما غزاش، اوكي، ولم تحدثه نفسه بالغزو مش بالجهاد. انتوا فاهمين الكارثة؟ الكذب على الرسول وصل لأني مرحلة، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، يعني مش بس ان هو جريمته انه ما غزاش، ما جاش الدور عليه. خد بالك ده بعد وعد الرسول بكتير، المفروض بقى بيقول لكل مؤمن، انا ما اعرفش الرسول اصلا غزا، هو نفسه ما فيش الكلام ده، انما ماشي قال، يعني الكلام اتقال في البخاري ومسلم. هتواجهه ازاي غير لو اقريت انه بشر يخطئوا؟ اقعد بقى انت اعمل، هقول لك دلوقتي الباطل في ده ايه، ان انا اكمل بس الحديث. طيب ومن لم تحدثه نفسه بالغزو، يا ريت بالجهاد، يعني يقعد يقول يا سلام الواحد ما غزاش بس نفسه كده يغزو ويدخل ويذبح وياخد الجزية على راس الميت كده وياخد نسائه، لانه الدنيا جميله وحقنا، والفقهاء قالوا لنا دول السراري والاماء من الحرب، زي الفل، حلالك، يلا. بصوا بقى الحديث بيقول لك ايه، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، زي حالاتي كده مثلا وزي حضراتكم ملايين البشر، ولا على بالنا او ماذي حد من غير سبب، مات ميتة جاهليه. باشا يعني اصلا انت كده مش محتاج داعش ولا محتاج حد ولا سيد قطب المجتمع الجاهلي اللي هو سماه، ولا انك ميت مرتد ولا ميت حاجه، مات ميتة جاهليه كلنا يا اصدقاء. هطلع فاصل ده وارجع. فبما اننا جميعا في الجاهليه، ها تعالوا اقول لكم بقى. طيب انت بتقول النهارده خطاب سطحي ملوش جذر ومش عارف يواجه القديم ومش عارف تقول ان ده مش صحيح ومفيش جهاد طلب في الاسلام ومفيش ومفيش ومفيش، بتقول له بس مش النهارده، اصله لازم تحت رايه امام شويه كلام. ثالث نقطه بقى دي الاهم، هتعمل ايه في مواجهه النصوص دي؟ فبتدي اعمل لك حاجه لطيفه قوي بيعملوها بتوع الحته الطيار ده، اللي هو قال يعني بيواجه السلفيين والمتطرفين، يا حرام يا حرام، قال يعني، رغم ان الطيار ده هو رب يلا خلاص، بيقول لك ده مش فاهمين الحديث الجماعه بتوع الاصلاح دول، ويبتدي بقى يعمل لك تلاعبات لفظيه لا علاقه لها باللي مكتوب في الكتب القديمه لشرح الحديث نفسه. يعني بلاش نفتي، انتوا بتقولوا ابن حجر لم يخلق مثله في بلاد شرح البخاري، طب خلاص اسمع كلامه. لا تكذب، دي اول وصيه في الوصايا العشر. فيقول لك ايه، لا ده اسمه ايه ده بتاع ده، قال له انا او غيري، يعني ده ما بيفهمش حاجه، ده لا علاقه له باللغه ولا بالفقه، رغم يعني مش عايز اتكلم. فيبتدي يقول لك ايه، اصل الغزو ده كان مقصود بيه مش عارف مين، ولما قال أمرت أن أقاتل الناس مش كل الناس، أصل ابن حجر قال كده في صفحة 17 طبعا، مع أن الناس مقصود الناس، الناس، قل أعوذ برب الناس بالألف واللام التعريف،
لو قلنا ان دول بعض الناس يبقى قول اعوذ برب بعض الناس، يبقى الاسلام جه لمكه، ما تكلمنيش بقى عن عالميته، صح برضو. لكن هو في حاجه في مصر كده يقولك ايه، سمك لبن تمر هندي، اي حاجه في السلطه بس يطلع، مش يقولك بقى الحديث خاطئ كقربة الى الله، والله العظيم قربة لله، ببرأ ديني والرسول من فرية بجد افترى، ولا عمر الرسول يتكلم عن غزو. فايه، لا ما يقولش بقى الحديث خاطئ، عشان لا ما ينفعش نتكلم على السادة انهم ممكن يغلطوا كبشر. زي ما قلت لكم الاسبوع، الرسول لما قال من اجتهد واخطأ، افتراض ان في مجتهد مخطئ، ما هو البخاري في النهايه ومسلم في النهايه مش انبياء، مجتهدين، اجتهد في جمع الحديث. فانا قلت لكم حتى ساعتها لقطه، قلت لكم هو فين ده في التاريخ؟ نفسي اعرف فين اللي اجتهد واخطا، مش لاقيه، ما بيغلطوش يا فندم. ماشي، فهو ما يقولكش بقى الحديث غلط. لغه عربيه فصحى على فكره، كلمه غلط خطا ليس صوابا، جانبهم الصواب، هذا ظن البخاري، هذا ظن مسلم، اي لفظه لطيفه. لا، هو يقول لك انت فاهم الحديث غلط، فتجيب له فهم الاوائل اللي هو الفهم السليم، غازو يعني غازو، فيقول لك انت فاهم كلام الاوائل غلط، وحياه القران ده بيحصل. يعني تقول له ابن حجر بيقول اهو، بلاش انا، بلاش اني ما فاهم الغزو، زي ما ربنا ادانا عقل وقال هذا بيان للناس القران نفهمه احنا. طب يا عم انا ناقص علم ووحش وكل حاجه، رغم ان انت لو وزنت العلم مش هتبان خالص، مش هتبان، انما هسكت، انت عامل عندك العلم. طب انا بجيب لك اللي اعلم مني ومنك، اللي انت بتقول عليه امام الائمه في الشرح، النووي لمسلم وابن حجر للبخاري، جميل، بيقولوا ان الغزو، فيبتدي يقول لك انت فاهم كلام ابن حجر والنووي وغيرهم غلط، فتدخل في متوالية مرعبة، والله العظيم مرعبة. ودي هتيجي في نقطة من نقط في المناخ العام، اللي هي تشويه الإصلاح والتلاعب بالألفاظ. عارفين كان في زمان، والله ما بضحك، بيعملوا كده بالظبط، لأنه لا يمكن يقروا بالحقيقة، قوم بهت زي ما أنا وصفتهم مرة. كان في زمان ساحر يعني تريكس والحاجات دي، مفيش حاجة اسمها سحر، في بدايات القرن العشرين، اسمه هوديني، ده اللي اخترع الليلة، يعني كل السحر اللي بتشوفوه ده وحاجات غريبة بتحصل والعروض على المسارح واللي احنا فيه دلوقتي ده، هو بقى الأصل، السورس هوديني. ما كانش فيه بقى تقدم ولا تطور ولا تقنيات في التصوير، كانت كاميرا سينما قد كده بيصوروه بيه، بيعمل حاجات فعلا خيالية، خلاص طبعا ليها حل، إنما يعني يظهر لك الانبهار الحقيقي. هوديني ده إله السحر بره، فكان بيعمل حاجه شبه اللي هم بيعملوها، وحياه ربنا دي الحقيقه، وحياه ربنا انا وانا بكلمهم ببقى شايف ده ومستقر جوايا ان هم بيعملوا كده. فهوديني بعد ما كبر، هوديني عمل عروض قدام الناس يغرق في الميه ويطلع، وما كانش فيه بقى خدع ولا فوتوشوب ولا الحاجات اللي بتتعمل في الفيديو، التعديلات ولا حاجه، كاميرا سينما سنه 1920، يغرق وتربطه بالحديد ويطلع من الميه، حاجات كده يعني، وينزلوه بالعربيه، عربيه كامله جوه الميه ويطلع، ما تفهمش ازاي. المهم ليها حل. فلما كبر في السن وبطل الشغلانه في الاربعينات كده، عملوا معاه حوار مهم جدا موجود، الراجل ده اداني درس والله. فقالوا له المذيع، بيقول له برضه كاميرا سينما وجو كده، ما كانش فيه تلفزيونات، بيقول له انت كنت تعمل ازاي الحاجات دي قدام الجموع؟ خلي بالكوا الناس كانت بتقف في الشوارع بالمئات الالاف، فما فيش حل ان انت تضحك يعني. فقال له كلمة مهمة جدا، هو ما شرحهاش بس هي دي الحقيقة، وهو ده أسلوب السحرة اللي بيعملوه دلوقتي. قال له بالإنجليزي كنت بلفت الانتباه. لفت الانتباه. كل اللي أنت شايفه ده وشايفه بعينك بيعمله، هو بس شغلك في حاجة تانية، عشان يضيع لك الحاجة اللي أنت مركز عليها. ده أسلوب هوديني في السحر، وده مش مضر، هو بيلعب مع الناس. يعني انت تركز على ايده او يشغلك جدا 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 في نقطه بوينت، هو شغال في حاجه تانية خالص، انت تكاد تكون لو شايفها مش شايفها، خلاص. التيار ده باللي انا بقوله لكم ده بيعمل كده بالظبط، تقول له اهو، يروح شغلك بحاجه تانية، فيبوظ ويميع الحقائق. اسلوب هوديني،
بيسموه كده خدوها مني. فتقول له طب الموضوع اهو، فيقول لك ده انت مش عارف فيشغلك فيا. فتقول له يا ابني الكلام اهو ده اللي بيعمل كل اللي احنا فيه، يقول لك ده انت ماسوني وتبع الام اي 6 والمخابرات الكونيه اللي جايه من الفضاء الخارجي. فيشوهك انت، يشوه الاصلاحي، ودي هنشرحها الاسبوع الجاي. يا عم سيبك مني، انا مع الماسونيين ماشيين اصحاب كده، رد على اللي بقوله. ابدا، يقولك المعنى مش كده، برضو يشغلك في حته تانية. فيشوش على اللي بيسمع فين الحق وفين الباطل. الراجل ابو سمت اقرب لينا لقلوبنا وشكلنا، فبيقول ده مش المعنى. فانت تكلم الشخص اللي المفروض يحكم بينا اللي هو الجمهور المتلقي، فتقول له يا عم حكم عقلك، اقرا المعنى في وشك اهو. فالتاني يروح شغلك هوديني، ها، يروح ملخبط الدنيا. ليه؟ شغلك في حته تانية خالص. انا كنت مره كنت بناظر واحد، انتوا عارفين المناظره دي، مش هقول مين يعني. فانا مسترسل جدا في ان انا اقول له عن الناس اللي نقدوا البخاري من القدماء كنوع من البشريه. يعني على فكره علماء القدامه، تعالى اعدلك بالصفحات مين اللي نقد احاديث البخاري وقال عليها ضعيف، بالصفحات اسمائهم عادي. ما كانش لسه اكتسب لانه كانوا في عصره او لاحقين عليه بقليل، فما كانش بقى ايه اللي لا يخطئ. فمره بقول له فبعدله الاسماء، ففي واحد اسمه، في حاجه اسمها في اللغه العربيه تصحيف، يعني ممكن يتنطق بشكل وممكن يتنطق بشكل تاني، الاثنين جم انه بيتنطق بيهم. فانا اللي قلته صح بالمناسبه، بس بصوا لفت هوديني، لفت الانتباه. فانا عمال استرسل اقول له الشافعي واحمد وعلي بن المديني والاسماء اللي انا حافظها. فقلت واحد اسمه ابو زرعه، فانا قلتها ابو زرعه، الاثنين صح والكتب موجوده تصحيف، يعني بتتكتب بالفتح ساعات وبالضم ساعات، ابو زرعه وابو زرعه. ساب ده كله عشان الناس مركزه، ملايين البشر كانوا بيتفرجوا. فازاي يعرفوا ان كل دول بينقد البخاري من زمان واحنا مش عارفين او الناس مش عارفه؟ فيروح ضارب الايه هوديني عشان يتشغلوا ان اسلام ما عندوش علم، ما هو اللي بيغلط في اسم الراجل يبقى كل اللي بيتقال ده غلط، رغم ان كل اللي بيتقال حق وهو يعلم انه حق. دي مشكله بقى. فراح قايل لي ايه ابو زرعه في وسط الكلام، في وسط المناظره. فانا عمال اقول كذا وكذا وكذا، بقول ابو زرعه، قال لي ابو زرعه. قلت له على فكره تصحيف بتتقال ابو زرعه. وعلى العموم هو ده المهم، ده المهم دلوقتي، اسمه ابو اي ابو زرعه، انا قلتها ابو زرعه، حصل ولا ما حصلش ان الشخص ده اتوجد كعالم وقال الاحاديث دي غلط في البخاري؟ رد، ما حدش بيرد. ليه؟ هوديني، يعرفوا الحكايه دي، اصل انا خبير فيهم. فهم دلوقتي يقول لك اي حاجه يحط لك نقطه انتباه ثانيه تتشغل معاها، فيشوه اللي قدامه بيها. طالما ما عندوش علم، كلم عن شخصه، كلم عن اتجاهاته، عن تمويله والحاجات المضحكه اللي احنا دحناها. يا ابني لو بيصلح الاسلام حد يبقى احنا بس يعني. لو الغرب دلوقتي بدا ينصت ان هناك اسلاما اخر، يبقى التيار بتاعنا بس مقفول عليه الاصلاح. احنا اللي بندافع عن الاسلام يا حبيبي، لكن انت عندك كده المصالح واللي هي تبوظ، فلازم نشوه ده، طلع ده متمول والدنيا بايظه، وده ما بيعرفش يقرا، وده ما بيعرفش يتكلم، وده ما بيعرفش يعمل حديث، مع اني شرحته لهم كلهم. وتشويه تشويه تشويه. ليه؟ هو مسكه التشويه، هبقى اشرحه في نقطه كده في المناخ العام معروفه، لكن فكره لفت الانتباه، الاسلوب العظيم اللي حطه هوديني. فاحنا في الليله دي يقول لك يعني الكلام دايما منقوص وباطل وليس له اساس. ليس له اساس اتفقنا عليه. النهارده بنتكلم انه باطل، طب ازاي؟ لا بلاش خلاف، طب انت نقدت القديم؟ لا. طب انت قلت انها فكره بنت اللي اخترعوها وليس لها علاقه بالدين؟ لا، كله تمام زي ما هو، جبال شامخ. بس انا باجي في الدليل واقول لك بلاش النهارده خلافه بين دوله مركزيه. الجهاد مال المناخ العام، فانت ما تقدرش دلوقتي تقول الجهاد يا خبر اسود، انت كده هتأيد داعي ظاهرا، فتقول لا للجهاد، مفيش جهاد كده في الاسلام، وكنا بقينا دول ولا نغزو الناس. طب هتعمل ايه في اللي فات؟ يسكت. هتعمل ايه في حديث الرسول بيقول لك من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو؟ حديث كذب على الرسول مهما كان في اي كتاب. ها؟ مات ميتة جاهلية، هتعمل ايه انه بيأسس للجماعات دي؟
هتعمل ايه وهتعمل ايه وهتعمل ايه في فقه الطلب اللي موجود في كل الكتب؟ سكوت. يقول لك ماليش دعوه، انا اقول الكلام اللي شكلا اصلاحي، اللي هي الكلمه اللي بين قوسين قال يعني، من اهم الكلام النهارده في الحلقه، قال يعني واسلوبه ديني، خدوها مني. كل ده بيعمل ايه؟ ان المناخ العام بيسمم اكتر، ومن حيث يدري التيار ده بيدعمه ولو ظاهرا، بيقول بلاش جهاد بلاش خلاف، لكن بيقول في جهاد في خلاف. وارجعوا للكتب هتلاقوا تحت رايه الامام، ترجع للكتب ما تلاقيش رايه الامام، اخرج زي ما انت عايز طالما الامام لم يخرج للدفاع عن الاسلام. ده لسه المناخ العام هكمل لك الاسبوع الجاي رعب رعب، هتلاقي هتفتكر كده، تفتكر معايا تلاقي نفسك فعلا محاط بحاجه تطلع اقرب الناس ليك ارهابي او متطرف، ان ما كنتش انت شخصيا تتحول. فانت في رعب كامل، وما فيش حد كله قال يعني بيواجه، قال يعني بقول بلاش جهاد، قال يعني بقول بلاش خلافة، لكن في الحقيقة أنا بأيد ده كله، لأنه ما بسيبش فرصة لتعديل ده، لا نقد القديم ولا بسيب فرصة لتغيير الإصلاح، لا بعمل معاه هوديني. وشغال أنا للناس بقى الشكل العام، لو حد عايز يحاسبني أنا بعمل إيه، بطريقة قال يعني أنا بواجه. هي دي مأساتنا. ولسه المناخ العام الاسبوع الجاي هشرح لكم شرح عميق عن النقط اللي بتكمل بقى الجهاد والخلافه، فهتلاقي صح ده طبيعي جدا جو يطلع متطرف، مع بقى هوريكم شويه حاجات تفكرنا كده، تذكرنا مقالات كتب دراسات فيديوهات برامج فتاوى، تعالى بقى ايه نتبسط، وان كنت هقلل وقتها عشان ما تضيعش وقتك. فاحنا في حياه، التيار اللي بيدعني وبيواجه هو تيار قال يعني، والتيار اللي بيواجه حقيقي بيعملوا له طريقة هوديني، لفت الانتباه للتشويه وتشتيت أذهان الناس عن حقيقة ما يقال للأسف. كمل الأسبوع الجاي وأشوفكم يوم الأحد.